an alternative approach using integration. أقول إنه j of 0 تساوي 0, a of 0 بتساوي 0, b of 0 بتساوي 0, و d of 0 بتساوي 0. هاي كل initial values. فبصير عندي الآن ببدأ من j of t, ف j of t عندي كانت معرفة بسهولة. بحالتنا هاي كانت هيك. فهي سهل تعريفها. فبناخذ الآن ببدأ ب a of t بتساوي a of 0, أو كقاعدة عامة بتساوي a of t بتساوي a of t not زائد من t not ل t j of tau t tau. وبعدين عندي v of t بتساوي v of t 0 زائد التكامل من t 0 ل tau a of tau d tau, و d of t بتساوي d of t 0 زائد t 0 t v of tau. هاي الطريقة البديلة ممكن كان بدينا فيها من البداية. يعني كل اللي اشتقيناه هون واللي عملناه هون جرافيكلي أنا حسيت في النهاية الجرافيكال أسهل. إيش رأيكم أنتم؟ هلا مش دائما سهل الجرافيكال، مش دائما عندي معادلات سهلة، هون عندنا معادلات سهلة. هاي هي السيستماتيك ميثود، الطريقة الصحيحة. هلا اللي بده يعمل اكسرسايز بكانك تاخذ هاي وتطبق عليها أي معادلة، هيها دي أوف تي. لو طبقنا معادلة دي أوف تي بتساوي دي أوف تي نوت، طبعا ببدأ من البداية، بدي أبدأ من زيرو. فببدأ من دي زيرو بتساوي زيرو وبنشتق وبعدين بنطلع المعادلات. فبتقدر تطلع المعادلات كلها تبعت دي من البداية لحد 50 سكند، تطلع القيم اللي موجودة هون.